السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ملاك الخلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 أو 1/12/2021. اليوم كان عندنا مباراة مؤجلة من الجولة 9 لنادي ريال مدريد، وفاز فيها ريال مدريد على أتلتيك بلباو 1-0. أحرز الهدف أبو إبراهيم كريم بنزيما في الدقيقة 40. أبو إبراهيم كريم بنزيما لا يتخاذل حين تحتاجه، ولا يحتاج إلى ضربات جزاء كي يسجل كما يقال. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد هذه المباراة. بعتذر لحضراتكم على التأخير جدا يا جماعة. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني في المركز الأول ريال مدريد ب 36 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الثاني ب 29 نقطة ولكن من 14 مباراة، ريال سوسيداد المركز الثالث ب 29 نقطة، إشبيلية المركز الرابع 28 نقطة من 14 مباراة، ريال بيتيس المركز الخامس ب 27 نقطة، رايو فايكانو المركز السادس ب 24 نقطة، برشلونة المركز السابع ب 23 نقطة من 14 مباراة، أتلتيك بلباو المركز الثامن ب 20 نقطة، إسبانيولا المركز التاسع ب 20 نقطة، أوساسونا المركز العاشر ب 20 نقطة، فالنسيا المركز الحادي عشر ب 19 نقطة، فياريال المركز الثاني عشر ب 16 نقطة، سيلتا فيجو المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، مايوركا المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، ديبورتيفو ألفيز المركز الخامس عشر ب 14 نقطة، غرناطة في المركز السادس عشر ب 12 نقطة، إليتشي المركز السابع عشر ب 12 نقطة، قادش المركز الثامن عشر ب 12 نقطة، ختافي المركز التاسع عشر ب 10 نقاط، وليفانت المركز العشرين والأخير ب 7 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين عندنا في المركز الأول أبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المركز الأول ب 12 هدف، المركز الثاني خوانمي لاعب ريال بيتيس ب 9 أهداف، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، المركز الثالث ممفيس ديباي لاعب برشلونة ب 8 أهداف، المركز الرابع خوسيلو لاعب ديبورتيفو ألافيس ب 7 أهداف، ولويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، وأرنولد توماس لاعب إسبانيول، المركز الخامس إياغو أسبياس لاعب سيلتا فيجو ب 6 أهداف، وميكيل أون ميكيل أورزابال لاعب ريال سوسيداد، وويليان خوسي لاعب ريال بيتيس. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الأهداف. أبو إبراهيم أيضا متصدر صناعة الأهداف، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المركز الأول صنع 7 أهداف، المركز الثاني المركز الأول مكرر أوسكار لاعب راي فايكانو صنع 7 أهداف، المركز الثاني مونيوين لاعب أتلتيك بلباو صنع 4 أهداف، وجوردي ألبا لاعب برشلونة، ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، ونبيل فوكر لاعب ريال بيتيس، وأنيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد. في المركز الثالث صنع 3 أهداف أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، ودافيد ألابا لاعب ريال مدريد، وغونزالو لاعب فالنسيا، وروبن لاعب غرناطة، وسيرجينيو ديست لاعب برشلونة، وسانتي مينا لاعب سيلتا فيجو، وسانتوس لاعب فياريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. الفائز معانا في مسابقة الرياضية عشان ما انساش الاستاذ احمد عايتي فوز ريال مدريد 1-0. شكرا لحضرتك على التوقع الصحيح. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.